المرة نحلة ظريفة خفيفة لطيفة تحب المغامرات وتعشق المفاجآت هل علمتم من هي؟ لم أسمع من هي؟ أحسنتم إنها مايا هل تعلمون يا أصدقاء ما أول عمل تقوم به مايا بعد استيقاظها صباحا؟ إنها تقوم ب الرياضة الصباحية نشاطي لمغامراتي هل أعجبتكم يا أصدقائي؟ إذن ما رأيكم أن نقوم بها مرة أخرى معا؟ أها هذه فكرة مذهلة يا مايا هل أنتم مستعدون يا أصدقاء؟ سوف أقوم بمساعدتكم كي نقوم بالحركات بشكل صحيح والآن لنبدأ تذكرت خبرا مهما نسيت أن أخبرك عنه خبر مهم؟ ما هو؟ صديقنا موندو سيقيم حفل ذكرى ولادته اليوم ماذا؟ إنه خبر مذهل موندو سيحزن كثيرا إن لم تشاركا في حفل ذكرى ولادته لذا عليكما أن تذهبا في الحال هيا بنا انتظر يا ويلي انتظر لحظة ها؟ ماذا تريدين يا مايا؟ ألا يجب أن نحضر هدية؟ بلى يجب ذلك فيما تفكرين يا مايا؟ هل أختار حبوب الأطراح أو باقة ورد فواح وأفكر بغذاء Stand like a starfish and stand up straight like a tree. Jump out a star and like a tree. Jump out a star and like a tree. Can you wiggle your fingers? How many fingers do you have? Let's count.